اهلا بيكم مشاهدين قناة الصحة والجمال في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم طبيب مصر. وحشتوني جدا، وحشتوني جدا جدا جدا. خدت اجازة اسبوعين وغبت عنكم ورجعت لكم تاني، ورجعت لبرنامجي المتميز الاقرب لقلبي هو برنامج طبيب مصر. برنامج طبيب مصر اللي من يوم 15 أغسطس من وقت ما بدأناه قدمنا فيه العديد والعديد من الفقرات الطبية مع متخصصين متميزين من الأطباء في كل التخصصات تقريبا. كان على مدى 15 حلقة فاتوا وعدوا كان معانا أفضل الأطباء في كل التخصصات، وده كان هدف برنامج طبيب مصر من البداية. الهدف الأساسي اللي حطه رئيس تحريري البرنامج الكاتب الصحفي أستاذ مظهر أبو عيد، اللي بحب أن أنا أقدم له الشكر والتحية والتقدير لمحبته ودعمه وثقته الكبيرة فيا اللي يا رب أكون قدها. وبقدم كمان التحية والشكر للبشمهندسة أميرة أحمد، البشمهندسة اللي سبورت ودعم ليا قوي جداً، مديرة إعداد البرنامج والجرافيك ديزاينر. على مدى 15 حلقة كان معانا 15 طبيب في تخصصات مختلفة. قدمنا في الحلقات الماضية كل ما يخص الطب، ولسه عندنا حلقات مستمرة. فالنهاردة في أولى حلقات تي في السيزون الجديد، السيزون الثاني لبرنامج طبيب مصر، اللي إن شاء الله بإذن الله مش هيبقى سيزون واثنين وثلاثة واربعة، لا البرنامج مستمر معاكم على طول. ده حتى كمان من كتر ما البرنامج الحمد لله خد صدى كبير جدا على السوشيال ميديا، والناس المشاهدين من خلال القناة نفسها، شاشتكم شاشة قناة الصحة والجمال، كان في أكتر من طبيب طلعوا معانا أكتر من فقرة أكتر من لقاء، نظرا لاستجابتهم للجماهير اللي كانوا بيطلبوهم أكتر من مرة. أنا مش عارفة أعدد ومش هقدر إن أنا أحصي كمية كبيرة اللي كانت موجودة معانا من الأطباء المتميزين في مجالات كبيرة قوي. فبحب أشكركم وبحب أوعدكم إن إن شاء الله برنامج طبيب مصر هيقدم لكم كل اللي بتهتموا بيه، وهيكون هدفه الأول والأساسي صحة مشاهدينا الكرام. هنشوف فيديو للدكاترة الأطباء المتميزين اللي كانوا موجودين معنا خلال الحلقات الماضية، ونرجع لكم نستكمل حلقتنا.
اتكلم على مين ولا مين؟ اتكلم على مين من الاطباء اللي انا كنت سعيده شخصيا بظهوري معاهم، استفدت وقدمنا المعلومه الطبيه وتكلمنا عن التقنيات الحديثه في الطب وكل الثوره التكنولوجيه اللي موجوده في الاجهزه المستحدثه حاليا، وكمان اتكلمنا على كتير من المؤتمرات العلميه. واهم حاجه وهدف اساسي في برنامجنا ان احنا نتكلم عن كفاءه الطبيب المصري. الطبيب المصري اللي بيشهد لي العالم اجمع في اخلاقه وفي كفاءته الطبيه. دايما باكد في كل حلقه من الحلقات ان الطبيب المصري في الدول العربيه وفي العالم بره كمان بيحظى بالتقدير والاحترام القوي، لان هو متميز في مجاله وفي نفس الوقت شاطر جدا جدا جدا، وابديتنج على طول لكل المؤتمرات ولكل الحاجات الجديده اللي بتظهر في الطب. برنامجنا برنامج طبيب مصر هو الوجهة المتميزة والوجهة الأكبر لكل الأطباء المتميزين علشان يظهروا فيه ويكون حلقة التواصل بينهم وبين الجماهير عشان يقدموا لهم المعلومة الطبية والاستشارة على الهواء. وكمان اتكلمنا كتير في حلقاتنا الماضية عن مبادرات الدولة للصحة ومبادرات السيد رئيس الصحة، واتكلمنا كمان عن برنامج التأمين الصحي الشامل 2030 وازاي هي من المشاريع القوية والقومية الكبيرة اللي بنهتم ان احنا نأكد عليها ونقدم لكم الفعاليات والمبادرات واماكنها لحد عندكم. النهاردة حلقة مختلفة وحلقة متميزة، وبرحب بيكم دايما في قناة الصحة والجمال في برنامجنا، وهيكون معنا لقاء متميز النهاردة عن التغذية العلاجية، هنتكلم عن الغذاء ونقص الغذاء، هنتكلم عن ازاي نحظى بحياة صحية سليمة عن طريق التغذية، لان العقل السليم في الجسم السليم، والجسم السليم ده بيقوى وبيكبر كده وبيبقى جامد عن طريق التغذية السليمة. معنا تليفون يا استاذ مظهر؟ معنا استاذ احمد عمران، دكتور احمد عمران، استاذ الصحافه جامعه الثقافه والعلوم. مساء الخير يا دكتور. الو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك في برنامج طبيب مصري يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. عايزين نتكلم يا فندم عن دور البرامج النوعيه اللي بتقدم خدمة أو بتقدم للمواطنين كل ما هو جديد، ممكن حضرتك تكلمنا عنه؟ طبعا، يعني أنا يحضرني في هذا المناسبة أو هذا الحديث قول الكاتب الكبير أنيس منصور، إن المفروض أن الإعلامي أو الصحفي يعرف شيء عن كل شيء. تمام. وانا يعني بقول بدوري ان المفروض المواطن العادي يبقى عنده فكره عن كل شيء، يعني مثلا الثقافه العامه دي ضروريه لكل المواطنين، كل الناس خاصه جيل الشباب، اكيد عشان يعرف مثلا الواجبات ويعرف المهام المكلف بها، او هو كمواطن داخل الدوله يعرف حقوقه وواجباته. في امور كثيره تتطلب ان احنا نبقى على فكره عارفينها، والمواطن العادي يبقى عارف واخد فكره عنها عشان يعرف يتعامل معاها. البيع والشراء والاستهلاك والاسعار والثقافه العامه والقراءه، فوائدها، فوائد اللغات، فوائد الانترنت واضراره، حاجات كثيره جدا المفروض الاعلام يتناولها يعني. طب يا فندم، البرامج النوعيه دي المواطن نفسه بتفيده في ايه وبتهمه في ايه؟ نعم، يعني حضرتك يعني المواطن ايه؟ المواطن، البرامج النوعية، البرامج المتخصصة بتصب في صالح المواطن ازاي او المشاهد ازاي؟ ازاي بيقدر يستفيد من البرامج دي؟ يعني على سبيل المثال البرامج الطبية ممكن يعني توعي المواطن او تزيد وعيه بكيفية المحافظة على نفسه، على اسرته، على صحته، وفي امور صحيه
ضروريه كيفيه التعامل معها، زي احنا مثلا تعرضنا لجائحه كورونا طبعا وكان معظم الاصابات بسبب الاختلاط واستعمال الادوات الغير وعدم كيفيه التعامل مع هذا المرض الوبائي. ففي اشياء كثيره مثلا تخص السيدات في الحمل والرضاعه وتغذيه الاطفال مثلا، ازاي تنظيم النسل، ازاي السيده تحافظ على صحتها، ازاي نتعامل مع الاطفال، ازاي ننتقل الاطعمه المفيده مثلا لصحتنا واحنا بناكلش مثلا بناكل الاطعمه الضاره، في اطعمه مناسبه للشيوخ للناس كبار السن يعني او مصابين ببعض الامراض، نعم. في اطعمه بتبقى مناسبه للاطفال تبني عظامهم وتبني جسمهم اكتر. في ما فكل مثلا البرامج الطبيه في رايي ازاي نحافظ على اسناننا والنظافه الشخصيه والحاجات دي كلها مفيده. هنيجي على المستوى برضو البرامج الثقافيه بشكل عام، ازاي نوجه طلابنا او ابنائنا للقراءه للتثقيف لتعلم شيء يفيدهم في حياتهم العامه في عمله في الممارسه بعد كده، لطلاب الجامعات ازاي ينظم وقته مثلا، تنظيم الوقت، الاستفاده بالوقت، الاستفاده بالمعلومات اللي بيحصلها ازاي يوظفها بطريقه صحيحه. طب يا فندم، حضرتك شايف ان البرامج النوعيه او البرامج المتخصصه قايمه بدورها على اكمل وجه، والدور الاعلامي عموما قايم بدوره في الاونه الاخيره لتوصيل المعلومه والتوعيه زي ما حضرتك بتقول؟ لا، هو طبعا في ملاحظات كثيرة جدا على بعض البرامج، يعني في برامج طبعا بتقدم جزء كبير من الإفادة للمواطن أو للمشاهد، ولكن طبعا ينقصنا أن تكثيف هذه البرامج والتركيز عليها بشكل أوضح، إتاحة الوقت الكافي لاستضافة العلماء والمفكرين والرموز الوطنية، عمل الحوارات في كافة المجالات حتى في الطب يعني مثلا أو في الثقافة في السياسة مثلا. أضرب لحضرتك مثلا، إحنا مقبلين مثلا على فترة الانتخابات الرئاسية، أكيد المفروض يبقى في برامج مش هقول دعائية يعني موجهة لحد معين من المرشحين، ولكن توعوية إزاي أنا إن الانتخاب ده حقي، وان انا لو ما رحتش ممكن انا كده قصرت في حق نفسي، في حق الوطن، في حق دولتي، انا لو هروح حتى وان انا اقول لا او ان انا ابطل صوتي او ان انا مثلا اوافق على مرشح معين. هو حق الدستوري، حق الدستوري لكل مواطن اللي هو يدلي برايه، واللي هو لو ما راحش اصلا وادلى برايه يبقى هو نفسه بيتخلى عن حاجه بتاعته، هو عن حاجه من حقه، بيتخلى عن حق من حقوقه. بالظبط، حضرتك كثير مثلا من الطلاب عندنا في الجامعه يقول لك احنا مثلا ما رحناش وما وافقناش على الدستور واتعمل وكذا، اللي هو ما يعرفش ان لو ما راحش يبقى خلاص موافق، يعني لو ما راحش الدستور مثلا الاستفتاء على الدستور او الاستفتاء على رئيس الدوله او على عضو البرلمان نفسه، عضو مجلس الشيوخ او مجلس النواب، لو انا ما رحتش ما هو خلاص هيبقى خلاص، لو حتى راح 100 واحد او 50 ممكن ياخدها بالتزكيه. طبعا. يعني يمكن ينجح بالتزكيه، فده يبقى تقصير من المواطن ذاته، فده احنا نحتاج لكثير من البرامج التوعويه مش في المجال السياسي بس، ولكن في المجال الثقافي، ازاي نوجه الناس انهم يقروا الكتب المفيده او ان القراءه دي جزء من تكوين شخصيه الانسان. وفي مقوله حضرتك بيقول لك بقدر ما تقرا بقدر ما انت متحضر، يعني الحضاره مرتبطه او التحضر او تقدم الدوله مرتبطه بالقراءه، مش الفيسبوك او وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي هتكون لنا الثقافه الاساسيه للمواطن او الشاب او حتى للطفل، ولكن لازم نوجهه الى يعني مصادر اخرى او منابع اخرى للثقافه. فده انا بحس ان في تقصير طبعا، او يعني انا بعبر طبعا عن وجهه نظري، لكن ربما اخرين يقولوا لا، في تكافي، بعض البرامج بتقدم بشكل مكثف ومفيده وبتعمل تقصير، في خاصه انا ملاحظ ان في تكثيف في المجال الطبي، يعني في كثير من البرامج الطبيه في الفترات الاخيره، في الفتره الاخيره يعني كلنا بنستفيد منها، والبرامج الدينيه برضو في تغطية يعني شبه كاملة يعني. طب عندي سؤال لحضرتك يا دكتور، وحضرتك أستاذ مبجل في الصحافة والإعلام، من خلال متابعة حضرتك وتشريفك لينا بأكتر من مداخلة هاتفية، إيه رأي حضرتك وانطباعك على برنامج طبيب مصر وما قدمه خلال الحلقات الماضية؟
والله بدون مجامله وبدون يعني ان انا يعني انا يعني بتكلم عن ان البرامج دي فعلا يعني لسه بقول لحضرتك قبل حتى السؤال ده ان بقت اصبحت برامج ضروريه، لان أكيد الثقافه التوعويه او الثقافه الطبيه او هنقول ثقافه الوعي الطبي لازمه وضروريه قبل اي ثقافه، لان لو احنا ما عندناش الوعي الكافي لكيفيه التعامل مع البيئه المحيطه بينا ونظافه البيئه، وان انا لما بعرف برامج بسمع البرامج الطبيه بستفيد في كافه التخصصات، يعني مثلا في طب الاسنان، في التغذيه، في المحافظه على الوزن بالنسبه للسيدات، في النظافه الشخصيه، في اشياء كثيره جدا البرامج الطبيه مفيده وضروريه وملحه، وانتم بتحاولوا يعني غطوا جانب كبير منها، ولكن برضو ما زلت بقول احنا نطلب المزيد ونطلب يعني تغذية هذه البرامج برموزنا الطبية. واحنا على فكرة في مصر المستوى الطبي عندنا او عالي جدا، والطبيب المصري بيشهد ليه الجماعة اللي كفاته. بالظبط بيشهد العالم كله بكفاءته، واحنا عندنا تخصصات احنا لا نعرف عنها شيء في مصر، في تخصصات بيروحوا يسافروا عشان يتعالجوا بره في تركيا وفي بعض البلاد الاجنبيه، ولكن لو انت احنا بحثنا في مصر هنلاقي في اكثر كفاءه ورخص في السعر، وهنلاقي ان احنا ده اللي ممكن بنحاول يا فندم نقدمه وندعمه جدا في برنامج طبيب مصري، ان احنا نقدم المعلومة ونوعي كل المشاهدين والمواطنين. شرفتنا جدا يا فندم، وبتمنى ان شاء الله لقاءات اكتر مع حضرتك. بشكر الدكتور احمد عمران، استاذ الصحافة، جامعة الثقافة والعلوم. القلب يمكن اهم جهاز من اجهزة الجسم. على مدى عدة حلقات ماضية اتكلمنا عن القلب واللي بيصيب القلب، وامتى اعرف ان انا قلبي بيوجعني، وامتى لما احس بايه، او عن طريق المجهود وضربات القلب. قدمنا اكتر من حلقة واكتر من معلومة عن القلب والجلطات والسكتات الدماغية، وامتى ان انا اعرف اعيش حياتي من غير ما اثر على قلبي، لان القلب ده مكنه، القلب ده هو اللي بيشغل الجسم كله، هو اللي مسؤول عن ضخ الدم في كل الجسم علشان يقوم بكل الأجهزة الحيوية. معانا على الهاتف وشرفنا ونورنا في أكتر من لقاء، وهو طبيب متميز ومن الأطباء المتميزين لبرنامج طبيب مصر، دكتور مصطفى المحمدي، استشاري القلب والقسطرة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا استاذه اميره، والحمد لله على السلامه. يعني الله نورت يسلمك يا البرنامج فندم. من جديد، وبرحب بحضرتك وبالساده المشاهدين، ويا رب دايما نكون بخير دايما باذن الله. ان شاء الله حضرتك وحشتوني، والبرنامج كله وحشني والله يا دكتور. ربنا يعزك يا فندم، ربنا يعزك. كنت عايزه اتكلم مع حضرتك، انا قدمت وقلت ان احنا اتكلمنا في العديد من الحلقات الماضيه في اللقاءات مع حضرتك عن القلب. شايف تفاعل الناس، سؤال بره الصندوق خالص ومش سؤال طبي، حضرتك شايف من بعد ظهور حضرتك معانا ببرنامج طبيب مصر، بما ان النهارده حلقه مختلفه، تفاعل الجمهور والمشاهدين كان معاك ازاي بعد اللقاءات من داخل البرنامج؟ لا طبعا يعني الدنيا بتكون مختلفة تماما. يعني ميزة برنامج طبيب مصر ان احنا بنقدم للناس رسالة علمية طبية واضحة بعيدا عن الخرافات اللي الناس ممكن تسمعها او المعلومات الطبية الخاطئة اللي ممكن توصل للناس. فلما عن طريق قناة الصحة بنقدم، عن طريق قناة الصحة والجمال بنقدم للناس معلومة طبية، بنتكلم في حاجات تهم الناس، فطبعا لا تفاعل الناس اختلف جدا بعد الحلقات ديت. ناس كانت مهتمة لان اتكلمنا في مواضيع مهمة عن الأزمات القلبية وعن مشكلة العصر او مرض العصر اللي هو مشاكل القلب والشرايين التاجية. فكان لا يعني كان صدى الحلقة ديت كويس عند الناس وجالنا كلام كتير بعدها. فلا يعني الدنيا كانت، الناس كانت مرحبة جدا بالموضوع، والموضوع لقى صدى وانتشار واسع يعني. طب الحمد لله، حضرتك من خلال البرنامج قدمت لنا معلومات طبية. أنا نفسي بتجيلي رسائل على الأكاونت الخاص بيا وعلى بيجي البرنامج، قد إيه بيشهدوا في حضرتك وبيشهدوا في طريقة شرح حضرتك. بما إن حضرتك معايا ولازم أنتهز الفرصة، ولينا طبعا لقاء قادم، ما ينفعش دكتور مصطفى ما يكونش
طبيب متميز وطبيب موجود معانا دائما، عايزة حضرتك تأكد على الحفاظ على قلبنا ودقات قلبنا. روشتة بسيطة كده في عجالة لحد ان شاء الله ما نحدد مع بعض اللقاء. روشتة ازاي نحافظ على قلبنا علشان خاطر نقدر نعيش حياة صحية سليمة. انا دايما بقول ان احنا عندنا علاج اي مرض في الدنيا، يعني لو انا قمت فتحت اي كتاب بدور على علاج مرض، سواء كان خاص بالقلب، سواء كان سكر، سواء كان ضغط، الحاجات اللي هي لب شغلنا، او حتى الامراض التانية، امراض العظام، امراض المفاصل، حتى عايز اقول لحضرتك الامراض النفسية، العلاج بيبدا في اي كتاب او في اي مرجع علمي بثلاث نقط. اول نقطة ان انا لازم اضبط وزني. لما بقلل وزني بحب اشبه الوزن ده بالشجرة الكبيرة اللي بيتفرع منها كل مشاكل الدنيا، فانا لما بقلل وزني كأني قطعت الشجرة من جذرها. فرقم واحد نحافظ على وزننا على قد ما نقدر. رقم اتنين لازم احاول امارس اي نشاط رياضي. النشاط الرياضي اللي امارسه مش لازم انزل نادي ولا انزل جيم مثلا او حاجة، وان كان ده هو الافضل طبعا، لكن لازم احاول امارس اي نشاط رياضي زي مثلا المشي. بس دايما بقول ان المشي عشان يكون رياضة في شروط معينة، اولا لازم يكون كل يوم، تاني حاجة لازم يكون. استاذن حضرتك يا دكتور نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع مشاهدينا الكرام. فاصل ونرجع لكم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا الكرام، وحلقه جديده من صحتك تهمني مع دكتور مصطفى المحمدي استشاري القلب والقسطره. النهارده هنتكلم عن اشهر 10 ادويه لهم علاقه بمجال القلب، او اشهر 10 ادويه منتشره بين الناس لعلاج امراض القلب، والحاجات دي هيكون فيها مفاجآت. في ادويه بتستخدم بدون اي سند علمي، وفي ادويه مهمه جدا وبزعل جدا لما بلاقي عيان مش ماشي عليها. خلينا رقم واحد نبتدي بالاسبرين. كان مشهور بين عامة الناس ان المفروض العيان اللي عدى ال 40 سنة او الشخص الطبيعي اللي عدى ال 40 سنة بياخد الاسبوسيب بتاع الاطفال عشان يحمي نفسه من الجلطات والزباحات والكلام ده. الدراسات اثبتت ان العيان اللي خد زي اللي ما خدش بالظبط وطلع مالوش اي فايدة، بالعكس العيان اللي خده اتضر اكتر، ان اتعرض اكتر لمشاكل المعدة والقرح والنزيف والكلام ده. وهنا كلامي عن العيان او الشخص الطبيعي اللي ما عندوش اي حاجة خالص، لو عين جاله جلطة او ذبحة قبل كده لا، مهم جدا بالنسبة له الاسبرين. لكن انا هنا بتكلم عن حاجة محددة، اللي هو العيان اللي عايز ياخده كوقاية وهو ما جالوش اي حاجة. رقم اتنين، مادام قلنا الاسبرين بنقول الحاجة اللي بعديها على طول البلافكس. البلافكس دوت مهم جدا لمريض القلب. اي حد ركب دعامه لازم يفضل ماشي على البلافكس او الادويه المشابهه ليه لمده سنه تماما. وبحب اسمي الدواء ده ان هو الصيانه بتاعت الدعامه، بقول عن الدواء دوت لو ما خدتوش في ميعاده الدعامه لا قدر الله ممكن تتسد. رقم ثلاثه في الادويه اللي هنتكلم عليها النهارده هو الاطور، او الادويه المخفضه للكوليسترول. وانا قلت الاطور بالاسم لان هو اشهر دواء منتشر في مصر. الاطور او الادويه المخفضه للكوليسترول مهمه جدا، وللاسف بلاقي مرضى كتير مش ماشيين عليها. لو احنا بقى عايزين اكتر دواء فعلا بيقلل الجلطات والزرحات والكلام الوحش ده هو الادويه المخفضه للكوليسترول. وعندنا اربع مجموعات من الناس لازم ياخدوا الادويه دي. رقم واحد اللي عمل تحليل دهون ولقى نسبة الدهون عنده فوق ال 190، دوت لازم ياخده، ده هياخده مدى الحياة. رقم اتنين العيان اللي كان عنده مشاكل في القلب، قصور، جلطات في القلب، ركب دعامات او حاجة، ده برضو اجباري ياخد الدواء دوت. رقم ثلاثة اي عيان عنده سكر وعدى ال 40 سنة وعنده اي عامل خطورة اضافي، وده للأسف كل مرضى السكر اي عامل خطورة اضافي زي ضغط، زي كوليسترول، زي سمنه، زي تاريخ مرضي في العائله، الحاجات المشابهه، زي ان هو ما بيتحركش كتير، فاي عيان سكر عدى ال 40 سنه برضه لازم ياخد الادويه المخفضه للكوليسترول. اخر حاجه اي عيان في حاجه كالكوليتر او اله حاسبه معينه بنحسب عوامل الخطوره او الريسك فاكتور بتاع العيان، لو عدى رقم معين يبقى العيان ده برضه لازم ياخد ادويه الكوليسترول. فادويه الكوليسترول من اهم الادويه، وللاسف بلاقي عيانين كتير مش ماشيين عليها. رقم اربعه عندنا الاوميجا. في ناس كتيره تلاقي المريض جاي يقول لك انا عايز اوميجا، انا باخد اوميجا عشان الذاكره، انا باخد اوميجا عشان حمايه القلب. للاسف الاوميجا 3 معظم الابحاث اللي اتعملت عليه اثبتت ان هو ملوش اي قيمه ولا اي فايده. الحاجه الوحيده اللي قد يكون ليها قيمه هو اوميجا 3 و6 و9، وده موجود مش موجود في مصر للاسف، وقد يكون ليه فايده، يعني برضو الفايده بتاعته مش مثبته ولازم يتاخد بجرعات عاليه، لكن الاوميجا 3 نفسه لوحده كده للاسف ملوش اي فايده. رقم خمسه البنسلين. للاسف بنلاقي اطفال كتير او ناس في سن الشباب كتير بياخدوا بنسلين لان عمل تحليل سرعه ترسيط طلع عاليه، لانه عمل تحليل اسمه ميكروب سبحي،
اللي للاسف بعض العاملين بالمجال الصحي بيطلقوا عليه بالخطا تحليل الروماتيزم، وده برضو مش مظبوط. فالبنسلين ما بيتاخدش غير عيان عنده روماتيزم، ولازم ليه كرايتيريا معينه ان لازم مع ادوار البرد يكون ركبته او مفاصله بتحمر او تورم او تسخن، لازم يكون عمل ايكو وبان ان الصمام بايظ او فيه مشكله، وشويه مواصفات تانية لازم تكون موجوده قبل ما نبداه. لكن سرعه الترسيب العاليه مش معناها ان انا محتاج بنسلين، الميكروب السرحي العالي مش محتاج بنسلين. ده حاجه من ضمن الحاجات اللي بقيم بيها وبنسميها ماينور كرايتيريا، يعني حاجه مش اكيده كمان. رقم ستة الكونكور. الكونكور 2.5 بالذات بتلاقي ناس كتير يقول لك انا عندي ضغط وبحر كونكور 2.5. كونكور 2.5 او اي دواء مشابه بالتركيز دوت فائدته الوحيده هو تثبيط ضربات القلب السريعه، او لو حد عنده خلل معين في ضربات القلب، لكن ملوش اي تاثير على الضغط. رقم ستة اللازكس. للاسف في ناس كتيره بالاخص الرياضيين اللي داخلين على بطولات البادي بيلدينج، اللي بيلعبوا جيم، الحاجات ديت بيكون عايز يقل وزن كتير في فتره قليله، فبياخد لازكس. اللازكس ده بقول له ان ده مش بينزل ميه، هي مش ميه حنفيه نازله، ده او حد عايز يخس يقول لك انا باخد لازكس عشان عايز يخس، هو بينزل ميه فيها املاح، فيها الكترولايت، فيها حاجات كتيره، فاستخدام اللازكس للتخسيس او للتجهيز للبطولات خطر جدا. رقم 8 الفورسيجا. الفورسيجا دوت دواء كان اول ما اتعمل كان اتعمل لعلاج مرضى السكر، لكن لقينا فيه ميزه مهمه جدا ان بيحمي عضله القلب وبيفيد عضله القلب كمان، ولقينا ليه فوائد كتيره لمرضى الكلى. اصبح دلوقتي ان معظم العيانين اللي بياخدوا فورسيجا مش عيانين عندهم سكر اساسا، واخدينه عشان حمايه القلب.